مساء الفل أعزائي المشاهدين، مساء الفل على حضراتكم. أهم سر في نجاح أي إنسان هو تحقيق الهدف، وطبعا طريقة الوصول للهدف. أكيد بتقابلنا أزمات، بتقابلنا مشاكل، فهناك من يستمر، هناك من يتوقف، وهناك من يصر ويستمر. الحكمة في هذه الحياة ليست في التعثر، إنما في القيام من كل مرة نتعثر فيها. لولا وجود الظلام ما كان للنور معنى، لولا وجود المرض ما كان للصحة معنى، لولا عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. ومعنا النهاردة في حلقتنا النهاردة رمز للإصرار والنجاح، ومعانا الدكتورة نجلاء الحضري، مستشار موارد بشرية ومحاضر في ال بي سي أكاديمي والأكاديمية المصرية. برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة نيل. أهلا بيك يا دكتورة نجلاء. إزاي ممكن نحقق هدفنا؟ والله تحقيق الهدف ده حاجة عظيمة، يعني هو حياة البني آدم. الهدف هو أجمل حاجة. يعني أنا كل سنة من سنوات عمري بحدد أهدافي. ممكن أكتب على ورقة دايما. الطلاب الأعزاء، لأن أنا مدرسة أصلا عمر كامل كبير، يعني حياتي يمكن اللي فاتت كلها كانت في التيتشينج. علمت الطلبة حاجة، إزاي تحقق هدفك. إزاي حقق هدفي؟ أول حاجة بحدد هدفي. أول حاجة بتعملها بتحقق عشان تحقق هدفك، بتحدد هدفك. طب أحدد هدفي إزاي؟ ده هدف ممكن يكون صغير وممكن يكون كبير. طيب هل تحقيق الأهداف الصغيرة زي الكبيرة؟ أكيد لأ. كل حاجة عايزة منك عزيمة، إصرار، وجود، تواجد. لازم تبقى مصابر، يعني عندك مثابرة، عندك إصرار على التحقيق. هتلاقي كتير مناوشات وناس بتقول لك ايه ده انت بتعمل ايه يا عم، انت بتكمل ايه؟ طب إيه انت لسه بتدرسي؟ انت بتكملي؟ اه بكمل. إيه طب شوفي بيتك، شوفي ولادك. انا مش هقصر، بس انا حد حاطط هدف قدامي. فالطبيعي انك يكون عندك هدف. لو الهدف يعني مش هيكون في حياه اصلا. اكيد. لما وجدت الحياه، يعني لان الهدف ده هو اساس الحياه. وطبعا الهدف يا دكتور ملوش ظروف معينه، ايا كانت الظروف بيكون عندنا اصرار عليه. إيه انا يعني في سنين من عمري عديت شفت طلبه كتير اولياء امورهم متوفيين، يعني ممكن بنت او ولد يتيمه اب وام اوائل. تمام. حقيقي. بنوته كانت عندي في تانيه اعدادي، قابلتها لقيتها في طب. الله إيه وصلتي ازاي؟ قالت لي انا كنت بحقق اهدافي، كل سنه بكتب هدفي. How to achieve your target. How to achieve your target. ازاي تحقق هدفك؟ Translate. ازاي تحقق هدفك؟ كل كلمة بالانجلش في translation. تلاقيش مش امان. دايما في كورساتي الطلبة بتوعي الجمال قوي، بعتز بيكم كلكم. انا عارفة ان انتوا كلكم شايفيني. اول حاجة في المحاضرة ببتدي شوية، بعمل ice break، بدردش قبل الكورس وقبل ما ادخل في موضوعي، وقبل ما ابتدي ادي داتا واشتغل في جراماتيكال رولز او كونفرزيشن او فوناتكس، علم صوتيات او قواعد، او ادخل في موضوع الكورس بتاعي او الليكتشر او السيشن. قبل ما ادي المحاضره ببتدي ادردش. مين سبب يا دكتور نجاحك؟ امي الجميله، قلبي، حاجه كده. يعني انا لو لفيت العالم كله انا مش هلاقي امي كده. مكافحة جدا، إصرار، علمتني يعني إيه عزيمة، علمتني يعني إيه أكمل. هي كل حاجة في حياتي، وهي يعني الأكتر الأسباب اللي خلتني وصلت ونجحت ووصلت للمكانة والبوزيشن اللي أنا فيه. وبشكرك يا أمي، بحبك قوي، وربنا يديمك في حياتي نعمة ويبارك في عمرك. طيب إحنا عاملين لحياتك مفاجأة دلوقتي على الهواء. قولي ألو. ألو. مين؟ الو. ايوه ماما حبيبتي. ايوه منوره منوره يا امي. الله يخليك.
ألف سلام عليكي، تعبانة. أنا عارفة إن أنتي تعبانة اليومين دول، ربنا يخليكي ليا يا أمي. ربنا يبقى سموحة. ربنا يخليكي. أنت طموحة، أنت طموحة، وربنا وبتحب تطوري من نفسك، وربنا حبيبتي يا أمي، ربنا يخليكي ليا يا أمي وديمك في حياتي. ممكن يا طنط توطي بس التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ اه بعد اذنك، عشان بس الساده المشاهدين والدكتور تسمعي. وطي التلفزيون قدر الامكان. مش عايزه اه يا ريت يا ماما. ايوه اتفضلي يا ماما. ايوه نجلاتي من نوع الطموح قوي، وانا داعيه لها كتير وبتطور من نفسها، وربنا يحفظ من الوباء ده يا رب. اللهم امين يا امي. يا رب يا رب، هي كبوة علينا كلنا وعلى العالم كله، وان شاء الله تعدي على خير وسلام ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا امي. طيب. ونحيي مصر في احسن مكان. اللهم امين، اللهم امين. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ودايما في حياتي، ودايما دافعاني للامام، وانت سبب نجاحي. انا بشكرك، والعالم يعني كل الناس سامعاني، انا بقول لك شكرا من قلبي. انت سبب لوجودي هنا، وسبب لان انا اكون دكتوره ادرس كورسز، وسبب ان انا اكون مديره في شركه. انا بحبك قوي، ربنا يخليكي ليا يا ماما. ربنا يوفقك حبيبتي، ربنا يوفقك. شكرا يا ماما، شكرا يا ماما. اتفضلي يا ماما. تفضل. شكرا شكرا يا ماما، شكرا جدا. طبعا يعني دعواتها دي اكيد هي يعني ليها فضل عظيم في نجاحك يا دكتور. ماما انا عايزه اتكلم بقى شويه عن ماما. اتفضلي. اسمحوا لي. اتفضلي. طب الام هي كل حاجه. الام هي الباك بون، العمود الفقري بتاع البيت. عشان تكوني ناجحه وام ناجحه، لازم تصاحبي، لازم تضحي لكل حاجه ضريبه ولكل حاجه تمن. انا والدتي صاحبتي قوي، كل حاجه كنت بخاف احكيها لاخواتي هي كانت بتعرفها، هي كانت قريبه جدا مني، مصاحباني طول الوقت، داخله جوه حياتي، برغم ان هي تعليمها مش عالي. يعني والدتي ست مش متعلمه ان هي تدخل في لقاءات وكلام من ده، وتروح مؤتمرات، يمكن بتيجي معايا مؤتمرات، تيجي معايا تحضر اي حفلات تشجيع ليك يا دكتور. انا كنت بوطي ابوس ايديها، ودايما لما بشوفها في الشارع لحد النهارده انزل من عربيتي ببوس ايديها، وبعد كده اكمل مشواري. دعاها ده حاجه جميله قوي. وكنت دايما لما باجي انزل اي امتحان كنت اصحيها من النوم، وتصعب عليا لانها سهرانه معايا طول الليل، بتعملي بقى لبن، طب اشربي دي فاكهه، انت عندك امتحان ما تناميش، اجي انام، طب ايه هتصحي انت، تفضل قاعده. فقد ايه انا يعني اتعلمت منها يعني ايه امومه، ايه نجاح، اصرار. لا ماما انا ممكن اجل الترم ده لو حصل لي، يعني ساعات تبقي ديسابوينتد كده، عندك احباط، فعايزه مش قادره اكمل. ماما انا عندي لود، انا عندي شغل، عندي اولاد، عندي تدريب الولاد. انا ولادي ابطال كاراتيه الحمد لله، فضل الله. عندي احمد هاني بطل كاراتيه، طلع اكتر من مره قاهره وجيزه، وعندي عمر سنه قد ايه؟ احمد 11 سنه وبطل، وطالع رابع جمهوريه على يوسي ماس من 3 سنين، وكانت صورته جت في اكتر من مكان هنا في مصر، خد مركز رابع. وعندي عموره برضو عمر هاني، عنده 8 سنين، وهو برضو بطل في الكاراتيه بس لسه مبتدئ يعني. عندي ياسمين جميله ومن الاوائل، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، هي دايما بتطلع من الاوائل على مدرستها. واحمد خد مركز برضو الترم الاول، وياسمين اخذت مركز فضل الله عليا. فانت كأم يعني رساله لكل ام، صاحبي وجهي، ادفعي الضريبه، معلش خليها عليكي شويه، انا عارفه ان في ضريبه، والضريبه كبيره، ساعات بتسمعي حاجات وانت مستاءه جدا مش قادره تسمعي، ازاي بنتي بتعمل كده، واخطاء رهيبه للولد وللبنت وللشاب ولكل فتاه. بس انت لازم تتنازلي، ولازم تسمعي، ولازم تخلي صدرك واسع قوي، وتصاحبي وعملت ايه، وتعالى وتوجهي، وفي كورسيس كذا اشتغل، في تمرين اشتغل، لان السبورت مهم في حياتنا، الرياضه اكيد. ف يعني الموضوع كبير قوي، الام لازم تكون مركزه، تكون قريبه، تكون هي الراحه النفسيه، هي الاحتواء، والا هيتوجه
الشاب او الفتاه في سن معين للخارج، واحنا مش عايزين ده. يعني إذن الام مصدر رئيسي للنجاح، اساس كل نجاح. تمام. طب يا دكتور، ازاي ربطتي حياتك الاسريه ونجاحك بدراستك؟ هل قدرتي توفقي بين بيتك واسرتك وبين شغلك؟ بصي انا هقول لك على حاجه، عشان اللي بيطلع دايما يقول لك انا لا بقدر ولا، هو الموضوع صعب جدا. يعني خلينا نقول ان الموضوع صعب، وهو فعلا عايز عزيمه واصرار. عزيمه رهيبه رهيبه، يعني انت لازم تكوني، يعني مش هقول المراه الحديديه، بس انت لازم تكوني بطله. عارفه هيرو، هيرو بجد، ان انت تكوني قادره تتحملي. انت بتبيني قوه بس انت جواكي ضعف جامد جدا، مش قادره بس انت بتحاولي. فلازم تعافري ولازم تحاولي ولازم يكون عندك اصرار، عندك عزيمه، ده مهم جدا جدا جدا. اكيد. طب ازاي ربطتي يا دكتور الموارد البشريه في مجال دراستك للانجليش؟ لا هو الموضوع كبير. هو انا وراك ما عايزين نعرف، لان ده من اسباب النجاح وده هدف وحياتك حققتيه، عايزين تبقي قدوه للجمهور. والله انا كنت في الاول خالص الموضوع اصلي مأساوي بالنسبه لي. هو الموضوع ان انا كنت خلصت ثانويه عامه وجبت مجموع كده مش بطال، يعني دخلني اداب انجليش، بس كان اخويا الكبير العقيد اشرف الحضري كتب لي وانا نايمه بقى الكليات والترشيح والكلام ده، زمان كان في بطاقه ترشيح مش عارف. قمت الصبح لقيته كاتب لي زراعه، كليه زراعه. قلت له كليه زراعه؟ قال لي اصل عملت في زراعه وانت لازم تدخلي معمل زراعه. ففعلا دخلت زراعه اول سنه مش لاقيه نفسي. زراعه ايه؟ ما انا مش عارفه اشتغل، بشرح بقى ضفادع الموضوع اكبر من كده. انا كنت فاكره الزراعه دي يعني موضوع، لا دي كليه رهيبه صعبه جدا، عامله يعني بالظبط بتماثل علوم طب صعبه جدا، تشريح وسكاشن واربع ساعات كيمياء وبتاع. طب انا ايه؟ لقيت نفسي في ثانيه برضو تقديراتي مش جميله، وانا مش من النوع اللي انا لا، انا كنت طول الوقت والدتي خرجت للعمل في مجال التمريض، وكنت قويه طول الوقت، عندي اخواتي، عندي طبعا المهندس علاء. استاذنك يا دكتور، هنكمل كلامنا بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين لنستكمل حوارنا مع دكتوره نجلاء. وبنسال طبعا دكتوره نجلاء، اكيد في رحله مشوارك كان في اكتر من قدوه في حياتك، يا ترى هم مين؟ والله القدوه ليا اخواتي في الحقيقه. انا يعني انا براود، يعني واضح ان هي العائله هي الاساس. والدي كان راجل ليه كاريزما كده، عارفه الناس اللي ليها طله كده، ليه كاركتر جميل، شخصيه جميله كده. فاخواتي عندي هم كل حياتي، يعني عندي المهندس علاء مدير تنفيذ خدمات اسكان بالعاشر، عندي دكتوره منى الحضري استشاري نساء وتوليد، عندي العقيد اشرف الحضري لف دول كتير بره مصر، امريكا كتير قوي من الدول بره، وهو عقيد اركان حرب. عندي استاذ عماد الحضري في اواضي ومباني امن دوله، وعندي استاذ فتحي محامي، ربنا يحفظهم. فالقدوه هو في البدايه كان يعني اشرف الحضري حقيقه، يعني انا بوجه لك شكري ده اخوكي سيد العقيد. انا بشكرك، انت كنت سبب ان انا اكون دكتور، وان انا اقف احاضر ناس وادي كورسز واكون دكتوره قبل اواني. انا بشكرك. زمان استاذ امال كنت بشوفه بيجمع بيعمل اللي هو جميل قوي في اللغات، شطور قوي، يعني معاه 3 4 لغات. واضح ان هي طفره في العيله. فكنت اشوفه اقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لي انا بعمل كوليكشن، بعمل اللي يعني كلمات كده. فكان عندنا زمان صندوق كده كان يحب يكتب عليه، تخيلي، مش على ورق. فاقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتبوظ المنظر. يقول لي لا انا بحب اشوف الكلام قدامي، فعلمني حاجه علمتها للطلبه بتوعي، اي حاجه انت بتنساها حطها قدام عينك في اوضتك دايما بستيكر، وشوفها طول الوقت رايح جاي، هتلاقي نفسك انت بقيت في المايند على طول، سبتت. فعلا
فعلا ده بيحصل. فاشرف الحضري العقيد اشرف هو لسه واخد دكتوريه في الجيش وربنا يتمها له على خير ان شاء الله ويخلص على خير، هو سبب في ان انا اكون بحاضر ناس دكاتره بشريين منهم دكتور احمد قنديل، دكتور احمد ايكل زراعه انسجه، الدكاتره دي انا اشتغلت معاها كورسز لايف وسافروا بره وفي كتير شكر جالي من بره، فالفضل يرجع لي اولا. ثم لنايل تي في بقى. نايل تي في زمان كان في مسلسلات وافلام كنت اقعد امسك نوت بوك واكتب الفوكابلوريز بتاعت الكلمات وافضل الا الحق اكتبه الا الحق اكتبه وافضل احفظ اخر اليوم. ده طموح جميل ده، انت عشان عندك استعداد يا دكتور برضه. فعلا خلصت بقى كليه زراعه، عايزه اكملك قلتش انا. بعد ما خلصت زراعه كنت تيتشر قبل قوي، يعني في سنه ثالثه زراعه بخرج ادرس انجليش حاجه تانية خالص بعيده عن الموضوع. فكان زمان وانا في ثانوي كان في مستر اسمه مستر سيد الفارسي، يا رب يكون سامعني، انا بشكرك قوي مستر سيد، انت جميل وحد جميل، بتمنى لك التوفيق. ده من ضمن قدوه الدكتوره نجلاء، ده قدوه، ده في كل وقت ليا ومرحله عمريه قدوه. عارفه انت لما تدخلي البستان وتاخدي منه زهره وانت خارجه؟ جميل التشبيه. من كل بستان زهره. انا كنت بدخل جوه اي كارير او اي شركه او اي كورس لازم ليا حد بتمثل بيه، وده جميل. حلو كده انك انت تتمثل ويكون لك حد ايديال قدوه طول الوقت بتبص تشوف، ما تاخدش الوحش، دايما بص على النماذج. ده الكاركتر خاصه الطلبه اللي هم 13 14 سنه، انت لسه بتكون شخصيتك، ما تبصش لحد، بص قدامك طول الوقت، لازم يكون ليك كاركتر، لازم يكون ليك كاركتر خاص بيك مش مقلد لحد، طول الوقت شايف هدفك بتحقق. فالقدوه شيء مهم في حياتي اكيد طبعا. بعد النايل تي في بقى ابتديت درست شويه في زراعه في سنه ثالثه رابعه كده، برده كان نايل تي في بقعد اسمع كلمات وحاجات كده وبدرس، ابتديت بطفل اديته برايفت، بعد كده اتنين، بعد كده اتشهرت بقيت في مراكز وسناتر ومدارس، بعد كده كملت اداب، خدت ليسانس اداب انتربريتيشن ترجمه فوريه. نفهم من كده يا دكتور صعدت السلم من الاول درجه؟ درست كتير اول. لا صعدتي من البدايه قوي يعني، ما لا بداتيش كتير قوي يعني، عارفه لحد النهارده انا بدرس يعني. بعد كده كملت دراسات في الترجمه، وبعد كده خلصت دبلوم عام ودبلوم خاص، وخدت ماستر في الاتش ار الموارد البشريه، يمكن ده كان قريب قوي. وبعد كده بقى قلت اخد ماستر في طرق تدريس لغه انجليزيه، وده انا طالبه في تمهيدي ماجستير بقى طرق تدريس، ده ثالث حاجه بعملها في الدراسات العليا يعني، ادعوا لي بالتوفيق كده ان شاء الله. ان شاء الله. ويا رب كده ان شاء الله ربنا الموفق الترم ده ويعدي على خير ونعدي من الكاب يا رب، ونعدي من الازمه دي يا رب على خير. دكتور ايه المشاكل اللي بتواجهك مع الطلبه اثناء المحاضرات؟ اكيد في مشاكل بتواجهك. والله هي المشاكل مشاكل بره موضوع الكورس وفي الكورس، يعني مشاكل في الكاركتر نفسه او في البنيان البيلدينج بتاع الستودنت، كان هو يعني شخصيته او مشاكل شخصيه، وفي مشاكل في الكورس وانا بدرس، يعني انا ممكن مثلا احس باستهتار، دي انت 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 كولي امر ما نزلتش ابنك ياخد كورس وهو مقتنع تماما بالكورس، هو نازل ياخد سيرتيفيكيت عايز شهاده، او هو نزل عشان بابا وماما قالوا لازم تاخد كورس فانا نازل اخده. وفي ناس بتدخل الكورس وتخرج ما بتاخدش حاجه خالص، لان مش بيبقى حابين ده، ما بتتعلمش، بتدخل وما بتستفادش اصلا، يعني الموضوع ما فيهوش اي استفاده. ليه؟ لان هدفها من الاول ما كانش محدد، لان يعني الحلقه كلها عن الهدف، فانت لازم تحدد برضو هدفك، لازم تكون محدد، فانت داخل الكورس مش هتستفيد. دي مشاكل انا بواجهها، يعني نفضل ماشيين بس ما بكملش مع الشخصيه دي. ما فيش تاهيل للطلبه يا دكتور قبل الكورسات والمحاضرات؟ البيت. تاهيل من لا البيت. ما فيش تاهيل مثلا بريبريشن؟ بنعمل بريبريشن. انا بعمل ايه بقى يا استاذه امل في الكورسز؟ بدخل ادردش زي ما قلت لحضرتك الاول، مش بحسس الطالب ان انت داخل تاخد كورس ولازم تبقى معايا ولازم تدرس دوت، ولازم افريج بتاعتك توصل ل 90% مثلا، لازم تجيب 90% في الكورس عشان تعدي، لا مش هينفع، لا 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 لا.
بالحب نحيا وبالحب نعيش. نعم يعني اما مشاكل بقى، في مشاكل تانية في الكورس يعني، يعني في مشاكل انا بمر بيها في الكورسات، مشاكل النطق. انا بمر بازمه رهيبه، ارجوكم الناس اللي سمعوني النطق ده انجلش، اهتموا بالبرونسيشن، اهتموا بالاكسنت، اهتموا يا جماعه بالميستيكس، برونسيشن ميستيكس اللي هي الاخطاء في النطق. مهم جدا جدا ان ابنك او بنت حضرتك ياخد كورس فوناتكس. ايه هو الفوناتكس؟ هو علم الصوتيات. علم الصوتيات انا بعرف الحرف خارج من فين، من ماوس كله. بمعنى ان انا مثلا في ناس تقول تراي، هي مش تراي، هي تراي تراي. التيب اوف ذا تونج على الالفيولار ريدج، يعني بحط طرف لساني فوق في سقف بقي يقول تشا تشا، يبقى التي ار بقول تشا. ده الناس كلها بتنطقها تفرق كتير طبعا. فمهم جدا الفوناتكس، مهم جدا جدا جدا. فدي مشاكل كبيره جدا بتواجهني اثناء العمل في الكورسز مع الاكاديميه ال بي سي. او مع التدريب يا دكتور بكل حاجه بتظبط؟ لا، هم بيطبعوا، بتحسي بعد نهايه الكورس كام شهر كده ان انت والستودنت بقيتوا عاملين كده، بتطبعوا على بعض. فانا بشكر طبعا كل الطلبه بتوعي في الكورس، سواء في العبور او في مصر الجديده مدينه نصر، بيبذلوا مجهود كبير، وانا بحبكم قوي، وان شاء الله باذن الله اشوفكم اجمل ناس واحلى ناس ان شاء الله. طب دكتوره احنا دلوقتي، دكتوره نجلاء، احنا دلوقتي معانا اتصال من دكتوره وفاء. دكتوره وفاء هي معاكي على الهواء. الو، اهلا بيكي وفاء. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله الحمد لله. الحمد لله. انا بس عايزه اعرفك للناس، وفاء صاوي هي زميله في تمهيدي ماجستير طرق تدريس لغه عربيه، وانا لغه انجليزيه. اهلا بيكي يا وفاء. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا بس الاول بنشكركم، بنشكر استاذه امال. شكرك يا دكتور. شكرك يا فندم. ربنا يكرمك. الحقيقه بس احنا كنا محتاجين نعرض المشكله بتاعتنا اللي احنا يعني كلنا واعيين فيها، مش لاقيين لها حل. مشكلة المجازفة بنزلنا في التوقيت الصعب جدا على الناس كلها وعلى العالم كله، مش احنا بس. اكيد. ازاي ننزل امتحانات والناس في دلوقتي فيروس، يعني في حاجات كتيرة جدا فيه مش واضحة، في ناس ممكن تكون كارير واحنا ما نعرفش ان هي عندها القصة. أكيد. مش قصة اعراض ان في حرارة او مش في حرارة، في ناس كتير جدا مش عندها حرارة وحاملة للفيروس. فعلا. فدلوقتي احنا بنجازف باهالينا وبنفسنا وبالناس كلها. ليه نعرض نفسنا للخطر ده؟ دلوقتي لو احنا امننا اللجان، ازاي هنامن الطرق؟ ازاي احنا واحنا ماشيين، الناس اللي بتيجي في المواصلات، الناس اللي بتيجي من السفر، الحاجات دي كلها، المراقبين نفسهم، احنا هنضمن منين ان المراقب بتاعي مش حامل الفيروس وهيديهوني؟ القصه كبيره جدا جدا جدا. احنا خدنا الكورس بتاعنا وخلصناه الحمد لله. دكتوره وفاء، دكتوره وفاء سوي، استاذن حضرتك بس، انت كنت بتمري بظروف كورونا صح؟ صحيح. وما زلت انا لسه في مرحله ال 14 يوم اللي هم بتوع التعافي ان شاء الله. يا ريت يا جماعه المجلس الاعلى للجامعات ووزير التربيه والتعليم العالي للدراسات العليا، يا ريت يا جماعه تخليكم معانا، بس احنا بلوجيك كده بمنطق، احنا بنتكلم مع مريضه كورونا، زوجها دكتور محمد نقل الفيروس لبيتها واولادها، فاصبح عندها كورونا وبقت مصابه هي واولادها بالكورونا. فقولي حضرتك، انا بناشد حضرتك كبني ادم عاديه جدا، انا ازاي هنزل؟ انا وزمايلي هننزل امتحانات، انا ما عنديش مشكله، انا واحده كافحت عمري كله بشهادات، عندي شهادات كبيره كتيره جدا، فانا ما عنديش مشكله ان انا انزل. بس مين يضمن لي الامان ليا وللطلبه ولكل حد كبير في السن؟ للاسف يا دكتور هو وقت الحلقه انتهى معانا، بعتذر، ولكن انا بوجه صوتي مع صوت حضرتك للساده المسؤولين، لان احنا حقيقي في فيروس ووباء وخايفين بجد على اولادنا. وبشكر طبعا الاتصال من دكتوره وفاء، وبشكر دكتوره نجلاء الحضري، افدتينا كتير النهارده، وان شاء الله اكيد لينا لقاءات مع بعض ثانيه اكيد. شكرا يا دكتور. في ختامنا اولا بقول للساده المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وان شاء الله اشوفكم على خير.